أخبار العالم بوجيز من قناة الجزائر الدولية. مرحباً. أشرف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية العزم 2024 بالميدان الخامس للرمي والمناورات في مدوكال بالناحية العسكرية الخامسة. أعلن وزير الخارجية الإسباني بأن بلاده ستنضم لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد أفعال الكيان الصهيوني في غزة، حيث اتهمت بريتوريا الكيان بارتكاب إبادة جماعية في القطاع. انسحبت وفود عدة دول خلال كلمة ممثل الكيان الصهيوني أمام مؤتمر العمل الدولي في جنيف، وانتشرت مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر لحظة انسحاب هذه الوفود. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ما يحصل حالياً في قطاع غزة لا يشبه حرباً وإنما هو قضاء كامل على السكان المدنيين، حيث تواصل قوات الاحتلال الصهيوني للشهر الثامن على التوالي عدوانها على القطاع المحاصر. سجلت أسعار النفط ارتفاعاً بنسبة أكثر من 1% عند التسوية بعد أن سجلت أدنى مستوى في 4 أشهر نتيجة ظهور بيانات عن زيادة مخزونات الوقود الأمريكية، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 89 سنتاً أي بنسبة 1.2% لتصل إلى 78.41 دولاراً للبرميل عند التسوية. نهاية وجيز، إلى اللقاء.